ما كريم خد العربية ومشي. طيب هيعجل دلوقتي دول ما هيجيبهم مع عبد الله وزيد. لا كريم مش هنا. لا خد تركتك انت هتمشي على جهنم. لا خد تركتك. ما هو نادي هنا اهو هنمشي معاك التوس همشي معاك التوس. طب نمشي معاك. اهلا بكم متابعينا الكرام من محافظة الفيوم، واحنا بعد تشييع جثمان الطفل عبد الناصر اللي عنده 16 سنة اللي اول ايام العيد قرية الغرق كلها كانت حزينة عليه لما لقيوه مرمي في منطقة طبعا ملقى في منطقة مهجورة مقتول ومتاخد منه التوك توك في اول ايام العيد، واحنا بعد الجنازة مع اخوه. اقعد ارتاحي اقعد اقعد انا عارفة انت تعبان. بقاء لله الاول ربنا يصبرك يا رب. قولي يا عبد الناصر اخوك عنده كام سنة؟ 16 سنة. احكي له ظروفكم كانت ايه. يعني انا اهالي القرية قالوا لي ان والدك اتوفى كان عبد الناصر عنده 3 سنين. ايوه كان عندي 3 سنين وانا الحمد لله من فضل ربنا برضو ربيته بالحلال وعلمته. اه عندي موصلته اولى تجارة. كان في اولى تجارة؟ ايوه كان في اولى تجارة. اه قولي بقى اخر مكالمة بينك وبين اخوك كانت ايه؟ يعني اختفى امتى؟ والله انا رنيت عليه على الساعة 9 كده 10 لقيت تليفونه مقفول. سبته. لما سبته طبعا قعد قد ما قعد. يوم العيد بقى هو متعود بس يطلع بالتوك توك ومن يوم الوقفه صح؟ لا ده هو انا طبعا انا بسيبه يوم العيد عشان بيروح عند الحلاق ياخده الصبح عشان يعمل السشوار والحاجات دي. اه يعني عشان انا عارفه ما بيمشيش غلط ولا كده ولا كده. يعني ما انت جبت له لبس العيد صح؟ جبت له لبس العيد، جبت له تيشيرت وبنطلون وجبت له صنط. جه يوم العيد الصبح واحد رن علينا. رن على اخته عشان هي كانت اخر واحده اتكلمت. رن عليه قلت له مين معايا؟ قال لي ليك التليفون ده. لا قالت له انت لقيته فين؟ مره يقول له يعني انتوا حد ليه التليفون؟ ايوه واحد ليه التليفون. مره يقول عند العماير، مره يقول لك عند عند الجامع الازهرية 50، مره يقول لك 50. انت قعدت تدور عليه قد ايه بقى؟ جيت انا نسيته. طب انا عرفته كده، انا قلت دي تقعد توك توك عطلان منه ولا حاجه. جيت مشيت. لما مشيت خدت التوك مكنه ومشينا ما فريت. وصلت لعند الخمسين ولفت وعودت. كنت بتلف في البحور ماشي، في الغيطان ماشي، رحت وجيت من نفس المكان اللي لقيت فيه الجريمة. نفس المكان. روحت البيت أصحابي وابن عمي ولاد عمي كل مكنة كان عليها نفرية مشوا قبلية، مشوا نفس الطريق اللي أنا مشيت منه. محدش شاف خالص. جيت انا مشيت بعديهم، مشيت من نفس هو الطريق. كان مرمي في الارض باين ولا متغطي بحاجه؟ لا كان يعني يا دوبك بتاع ربع متر. يعني كان باين. كان باين باين. طب الاصابات اللي فيه بقى شفته؟ قال لك في ظهره. انت شفته؟ لا ما قدرتش تقرب عليه. ما قدرتش. بس هم برضو الظباط يعني صراحه الله يصلح حالهم ربنا بأي مكان جه نزل مركز اتسا قرية الغرق الله يصلح حالهم ربنا. والله يستاهلوا كل رتب يستاهلوها. عديت من نفس المكان ده مرة رايح جاي كنتش لاقي الجريمة. مش شايف اخوك؟ مشفتهاش. روحت البيت لقيت مكملتش 10 دقايق ولا 5 دقايق لقيت واحد رن علي، رن على ابن عمي. ويقول له ابن عمك على طريق العبيد. يا ابني احنا لسه جايين من هناك. احنا لسه جايين من هناك. الكلام ده بقى كان امتى في اول يوم العيد؟ كان الساعة بتاع الساعة 9:30 في الحدود دي. قلت رحت خدنا التوك توك وجرينا وخدنا مكنة وجرينا. انت كنت حاسس ان انت مش هتلاقيه؟ كنت حاسس الصبح.
قلبك كان حاسس. ايوه هم قالوا لي راح الرياض، الناس راحت كده. رنيت على انا لما جيت لقيتك بتنده عليه، رنيت على ابن عمي قال لي لا دي مش معاه، مش معاه. جيت المهم في بيت جنب بيتنا، قعدت اعيط. قول انت بتعيط لها؟ بدات تقلق. امي جت لي تقول انت بتعيط لها؟ قلت لها نصر جرى له حاجه. قالت لي لا ما جرتلوش حاجه، ما جرتلوش حاجه. والناس جيراني وما فيش الا انت واخوك مع والدتك والباقي بنات صح؟ ايوه معايا اخويا ودي هو دي كان تالتنا. هو قال لك حاجه يعني قبل ما يطلع كده حسيت ان بقلق؟ ايوه. قال لك ايه؟ صاحبه ابوه متوفى. بعد شرى تيشيرت وراح لامه بيقول لها يا مايا انا عاوز اجيب بنطلون واجيب صندل. جت نطت هي الوليه وليها يتيمه وجوزها متوفي. قالت لي يا ابني انا مش معايا، مش معايا فلوس. قال لي يعني اما قالت له مش معايا. قال لها طب خلاص. جه مشي كان اخويا معاه. اخويا صعب عليه بقول له يا ناصر ما عندكش بنطلون البسه يوم العيد؟ قال له ماشي. ناصر جه سيره جابت سيره، لقيت ناصر بيقول لي عبد الله الامر واحد اثنين ثلاثه. راح لامه عشان تجيب له بنطلون وصندل. قالت له انا مش معايا فلوس. قلت له جيت نطه ثاني انا ما اعرفش. جيت نطيت قلت له ناصر انا رايح مصر هجيب شهاده الجيش وهجيب لك اللبس وهجيب الليل هجيب لك اللبس. ايه يا عبد الله؟ قلت والله لا اجيب لك اللبس على راح ابوك. كنت انت بتعامله زي ابنك صح؟ انتوا فرق بينكم وبين بعض قد ايه؟ انا عندي 33 سنه. يعني ابنك ابن ابني. اقوى من اي حد، اقوى من اي حد في الدنيا هو ناصر. جيت تاني يوم روحت فطرنا، وبعد ما فطرنا لقيت صاحبه جه. لما قال لي قلت له ناصر انا هاخده معايا واوديه اجيب له. قال لي لا 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 هيصعب عليا مش هيقدر. جيت تاني يوم اسم نصيب لقيته جاي بيخبط على اخويا بيقول لي ناصر فيها عبد ابو هنا ناصر فيها. قلت له ناصر بيفطر انا هجيب له عشان ما يتحركش، هيتحرك منك انت. قلت له ماشي يا ناصر. نقيت له احسن بنطلون وعطيته له. قلت له خد يا ناصر ده. راح هو اللي نقاله